في أخبارنا الاقتصادية، أفادت بيانات مكتب الأحصاء الأوروبي يورستات بأن مصر احتلت المرتبة الثانية عربيا والخامسة عالميا بين مصدري الغاز المسال لأوروبا خلال العام الماضي. زادت قيمة إمدادات القاهرة للاتحاد الأوروبي من الغاز بمقدار 10 مرات. ارتفع إنفاق الاتحاد الأوروبي على شراء الغاز المسال وعبر خطوط الأنابيب خلال العام الماضي بمقدار 3.3 مرة ليبلغ 208 مليارات يورو.